اللي تقول لك قل لا إله إلا الله 10 مرات ويجيك خبر حملة الاستغفار استغفروا حملة، يعني كلام كله يدل على جهل وعلى ضلال. هذا بالنسبة للكلام الناحية الدينية، لأن لما تقول له استغفر الله هذه حملة الاستغفار، واستغفر مرة كم مرة وقلها 1000 مرة وشوف النتيجة، شوف الرقم اللي بتشوفه، من قالها كذا ثم قررها كذا ثم قررها كذا، هذا دين، والدين يحتاج إلى دليل. من قال لك هذا العدد؟ ومن قال لك ترسلها إلى 10 ولا إلى 50 ولا إلى 30؟ هذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم مثل الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقعد تبلغ الدين بهذه الأساليب المبتذلة؟ لا،